اهلا وسهلا بكم في قناة علم هبة. كرحب بكم من جديد. فيديو جديدة ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحة والسلامة وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد المنتوجات والمنظمات والادوات والاجهزة والافكار الهائلة لتنظيم وترتيب المنزل، فخليكم مع تتمة الفيديو الى الاخر. ولأول مرة كيشاهد القناة كنتمنى انكم تشرفوني بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله. ايضا ما تنسوش لي لايك، هكذا كتحفزوني وتشجعوني باش نبحث لكم على المزيد، وما تبخلوش على اختكم ايضا بالتعليق ديالكم، وشكرا لكم. كما شفتوا معايا ادوات منتوجات لتوفير الراحة اليومية ولتسهيل الحياة اليومية، فمنتوجات اللي غتحتاجها كل سيدة بيت. فشوفوا معايا هاد القطاعة اللي جد عملية، كذلك هنايا هاد الغطاء ديال السيليكون بالنسبة للأواني، وكيتوفر ايضا على ديك لوريدا اللي هكذا يمكن لكم انكم تزولوها. كذلك معنا هاد الفرشات اللي جد عملية في تنظيف الخضر والفواكه، كما شفتوا معايا منتوجات اللي هي ادوات اللي هي بسيطه لكن كتنفعنا في نفس الوقت، اللي كتوصل الاماكن اللي كتكون هكذا صعيبه باش تنظف. كذلك هاد الاداه اللي جد عمليه، شوفوا معايا ايضا بالنسبه للنواه ديال التمره، ففكرتها جد رائعه. كذلك هنايا عندنا هاد العلاقات اللي جد عمليه في الترتيب والتنظيم، كذلك انكم يمكن لكم انكم تثبتوها هكذا في البلاكار، او يمكن لكم انكم تعلقوها حتى في الحمامات. وندوزو بالنسبه لهذا المنظم، فهو جد عملي، فهو كيتزاد وكيتنقص، فيمكن لكم انكم تنزلوا فيه الاواني او تنظفوا فيه الخضر والفواكه. كذلك عندنا هذه القطاعه ديال الثومه وديال المزيودات، فايضا معنا هذا المنظم اللي بالشبيكه ديالو، فشي حوايج هكا اللي كيساعدوك في الترتيب والتنظيم. فهاد الاواني ايضا ما كتصداش نهائيا. وندوزو نشوفو الفكره ديال هاد النشار اللي رائع جدا. شوفو ايضا هاد النشار اللي صراحه جد عملي، كذلك شوفو معايا انه كيتقلص وكيزيد في الحجم، فكيمكن لكم توضعوه في البالكون. ايضا فكره ديال هاد الاداه جد عمليه بالنسبه للعشاق ديال السوسيت، طريقه اللي سهله وسريعه. اجيو كذلك نشوفوا هنايا الفكره ديال هذا الجهاز اللي يمكن لكم انكم تثبتوا هكذا في الملابس، فهو ايضا كينشف الملابس بواحد الطريقه اللي سريعه جدا، خصوصا في هذا الفصل الشتاء. كذلك هنا عندنا هاد القطعه اللي جد عمليه او ديال تقشير الفواكه والخضر. ايضا هنا عندنا واحد الطقم اللي جد ممتاز بالحميل ديالهم، ديال المغارف، ديال المعالق، ديال الخلاط. كذلك هنايا عندنا ترموسات اللي جد ممتازه سواء شكلا او بالجوده، فكما كتشوفوا ادوات اللي هي جديده. كذلك هنايا عندنا هاد الحاميل ديال الخشب، وايضا منظمات او اواني ديال يمكن لكم انكم توضعوا فيها الخضر الفواكه، كذلك انكم تقدروا توضعوا فيها اشياء اخرى. وندخلوا لهذا المقطع اللي فيه هاد الاجهزه اللي جد عمليه. كذلك هنايا عندنا هاد المكواه. اذا شوفوا معايا الفكره هنايا ديال هذا البزيطيم، ويمكن لكم توضعوا فيه حتى الهاتف والاشياء ديالكم الخاصه، فشي حاجه اللي زوينه بزاف. كذلك يمكن لكم انكم تستعملوه كصاك. فبالنسبه كاينين حوايج اللي كيكونوا هما اساسيين وضروريين لكل منزل، وكاين حويجات اللي تيكون على حسب الاضافه ديال كل سيده والاحتياجات ديالها. شوفوا معايا هنايا هذا المنظف الفعال جدا، شوفوا معايا الفرق واضح وشاسع. فبالنسبه لهاد المنظفات راهم متوفرين في علي اكسبريس او امازون. كذلك شوفوا معايا هنا بالنسبه للمغرف التصميم ديالو لشي حاجه اللي هي روعه، كذلك انكم يمكن لكم تنزلوا هكا السائل او الحاجات ديالكم بدون ما تهرق لكم. ايضا فكره ديال هاد الفرشات اللي جد عمليه.
اللي كتخدم ايضا بالبطاريه. كذلك هنايا هاد الاداه بالنسبه للعشاق ديال المعجنات، شي حاجه اللي هي روعه وسريعه الطريقه كما كتشوفوا معايا، فكره اللي جد هائله. وندخلوا لهذا المقطع، شوفوا معايا هاد المعالقه. بالنسبه للمعلقه انها كتوزن الاشياء اللي يمكن لكم انكم تعملوا بها الوصفات. كذلك هنايا عندنا مجموعه ديال السيكان، صراحه جد عمليين، فايضا التوب ديالهم كيبان بواحد الجوده اللي جد ممتازه. ايضا معنا هاد الممسحه الرائعه او الممسحه السحريه اللي كتوصل الاماكن اللي كتكون صعيبه، فحويجات اللي هما ضروريين واساسيين اللي كيساعدوا في التنظيف. كذلك هنايا عندنا هاد المنظم الدوار، شوفوا معايا ايضا يمكن لكم انكم توضعوه فوق لافابو او فوق الرخامه، يمكن لكم توضعوه تحت الحوض في البلاكار، فهما يمكن لك على حسب الاحتياجات ديالكم. كذلك هنايا هاد المجير بالنسبه انكم تطبقوه كما هكا، فيمكن لكم تضعفوا الحاجات اللي كتكون هكا خاصك. كذلك هنا عندنا هاد الحاميل ديال المناديل، فاشياء كاينين اللي جدادين مختلفين. وبالنسبه لهاد الفكره ديال تحت الدرج واستغلال المساحات، فكره اللي جد هائله، فكتجمع لكم بزاف ديال الكركبه. ايضا ندخلوا لهاد المقطع اللي فيه هاد التوشيات اللي يمكن لكم انكم تضعوهم في البلاكار، تضعوهم في الحمام، تضعوهم في اي قنت في المنزل ديالكم. كذلك معنا هاد السياره اللي حصاله، فهكا يعني كتحبوا الاطفال باش انهم يجمعوا الفلوس. كذلك من عشاق هاد الملصقات الرائعه، شوفوا معايا الملصقات اللي صراحه جد هائله، خصوصا بالنسبه للحائط اللي تيكون هكا، الحائط كتكون البروده فيه، فهاد الملصقات جد عمليه. كذلك هنا ملصقات ثلاثيه الابعاد اللي يمكن لكم تعملوهم هكذا في الثلاجه او تعملوهم في الباب. كذلك هنايا بالنسبه للملصقات ايضا ديال التواليت، فيمكن لكم ايضا تسوقوا بهم هكذا الحائط. كذلك عندنا هنايا حامل هاتف بالنسبه للسياره، فحويجات اللي كيساعدونا بزاف. كذلك هنايا ايضا منظم بالنسبه للسياره اللي يمكن لكم تثبتوا هكذا في الكرسي، وفكره اللي جد ايضا ممتعه ورائعه بالنسبه لتنظيف القدمين. كذلك هذه فكره اخرى بالنسبه للحاجات اللي تتكون هكا خاصه، يمكن لكم تضعوهم فيها. كذلك هنايا منظم او كنظن ديال البيبي، فشي حاجه اللي زوينه. كذلك هنايا عندنا الطابيات او الزريبيات الغرف النوم، فهما كيتواجدوا باحجام اللي هي متنوعه، كتاخذوا على حسب العبار ديال الغرفه ديالكم. وندخلوا لهذا المقطع بالنسبه لهاد الجوله اللي هي عجبتني بزاف، سواء في التنظيم او الديكور. كذلك هنايا عندنا هاد التوشيات اللي كتوضعوهم في الغساله ديال الملابس، فهكا كتجمع لكم الخمله. ايضا معنا هاد الملصقات شفناهم من قبل، ملصقات اللي يمكن لكم انكم توضعوهم كما قلت لكم في الحائط او في التواليت، ما عرفتش كيفاش ولا المقطع تعاود. كذلك هنايا بالنسبه لهاد الحويجات اللي يمكن لك توضعي فيهم السائل، سائل تنظيف هكذا في وسط التواليت. كذلك هذا بالنسبه لهاد الغلاقه ديال الحوض، ايضا هنايا الفكره ديال هاد الاغلفه ديال لاماشين. كذلك فكره ايضا عجبتني بزاف ديال هاد الرشاشه اللي يمكن لكم ايضا تطبقوها كما هكا، خصوصا الناس اللي كيبغيو يغسلوا غير الشعر ديالهم. وندوزو نشوفوا هاد الفركه اللي جد ممتعه، وايضا في التنظيف الحويجات اللي تيكونوا هكذا صغارين مثل الجوارب. كذلك هنايا اكواب
يمكن لكم انكم فقط تلصقوهم بدون حفير، وهذه حاجة اللي هي جد مميزة في هذه المنتوجات الجديدة او المبتكرة. فحويجات هادو اللي في الفيديو بالنسبة للناس اللي غادي يسولوني عليهم فهما متواجدين ومتوفرين في جميع البلدان، فما عليكم غير تقلبوا مزيان. كذلك الى ما قدرتوش توصلوا لهم فغتلقاوهم في موقع علي اكسبريس او امازون، غتدخلوا غتلقاو المنتوج اللي بغيتو، راه كيكون تخفيضات اللي هي جد مهمه. كذلك بالنسبه للمتابعين ديال المغرب خليوا لي التعليق لتحت وانا غنزل لكم الرابط ديال الصفحه ديال بيع هاد المنتوجات. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه والدعم اللي خديتكم عليا، ونتلاقاو فيديو مقبل باذن الله. بسلام عليكم.